بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد من قناة جنات الخضراء لصاحبها أبو العلا الصفتي. القناة دي زي ما قلنا قبل كده إن هي بتهتم بكافة الزراعات على سطح البيت في أصاري، زي ما أنتم شايفين التين الشوكي، الزهر، طبعا البطاطا أو البطاطس اللي شفتها. وقلنا قبل كده إزاي كيفية زراعة في فيديو قبل كده سابق. إحنا في بداية الفيديو بندعوكم للاشتراك في القناة، قناة جنات الخضراء، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. طبعا احنا شرحنا قبل كده ازاي بنزرع البطاطس او البطاطا. جبنا طبعا سمر زي اللي احنا شايفينها دهيت، وزرعناها في الصيص الصغير اللي انتم شايفينه، وبعد 30 يوم وصلنا للنتيجه اللي انتم شايفينها. وبعد كده قمنا بنقلها في اواني او في اسس كبيره اللي انتم شايفينها ديت، علشان احنا قلنا قبل كده درنه البطاطس بتكبر وبتجيب انتاج كبير، فاحنا لازم نوسع لها المكان. فاحنا شلناها من المكان الصغير دهوت او الاصيص الصغير للمكان اللي انتم شايفينه، وطبعا باين على شجر البطاطس ان هو خلاص وصل كده لمرحله النضج. فطبعا احنا بعد كده بنقوم ايه بعمليه الجني، والفيديو ده خاص بعمليه جني البطاطا او البطاطس. وهنشوف بقى يعني احنا بعد ما قمنا بعمليه الزراعه ديت والحاجات الحلوه دي احنا وصلنا لفين. طبعا عندنا اهوت ما شاء الله، اهيت البطاطس اهيت ما شاء الله اهيت. في كمان اهوت البطاطس اهيت ما شاء الله. عندنا برضو هنا اهيت البطاطس اهيت، جبنة كمان اهوت ما شاء الله، البطاطس اهيت، في كمان اهوت، في كمان بطاطس اهيت. يعني احنا زرعنا حباية بطاطسية واحدة. حصلنا على الانتاج الجميل اللي انتم شايفينه اهوت اهوت، كل اللي هو شكله ابيض اهوت اهوت ما شاء الله اهوت. هنشوف طبعا الثمرة التانية، ودي طبعا هي اللي شلناها، طبعا اعتبر العرش مات لان طبعا وصلت لسن للعمر بتاعها اللي هي تتجمع فيه. العمر هو حوالي 105 يوم، 3 شهور و15 يوم. شايفين البطاطس اهيت ما شاء الله اهيت اهيت ما شاء الله، بنجمعها اهيت اهيت كمان ما شاء الله اهيت زي ما انتم شايفين. بطاطس حلوة اهيت، انتاج جميل اهوت ما شاء الله. فيه كمان اهوت، يعني ودي شرحنا طريقة الزراعة ووصلنا الانتاج اللي انتم شايفينه ما شاء الله. هو اربع شجرات بطاطس اهمت، او اربع شجرات بطاطا رحنا قمنا بزراعتهم من حباية واحدة. ربنا اكرمنا بالانتاج اللي انتم شايفينه. وطبعا يعني بداية زراعة البطاطس قلنا لها عروتين، العروة الصيف والعروة الشتاء. العروة الصيف بتنزرع في اول شهر فبراير، والعروة الشتاء بتنزرع في بداية شهر سبتمبر. وطبعا يعني احنا يا ريت تشجعونا ان احنا نجيب لكم كل جديد وكل مفيد ان شاء الله بالاشتراك في القناه، قناه جنات الخضراء، والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.